عند وصول الإنسان لنشوة الروح تزهو ألوان الحياة، وعند رؤية الأفكار الموجودة حوالينا تظهر غيمة ندخل فيها تجعلنا لا نرى المحيط بنا ولا نسمع ما يدور حوالينا ولا نتكلم، لأننا نتألم. نتألم من أفكارنا، من ذكرياتنا، من حالاتنا، من عاداتنا. نبني لأنفسنا سجون تجعل الحياة داخل قفص احنا اللي صنعناه بأنفسنا، ونصل إلى جلد الذات ثم كره الذات ثم السعي وراء الشهوات ولا الذات ثم إدمان كره النفس ثم نجعل حواجز بين النفس ثم نتوه ونتوه ونتوه. هل خلقنا حتى تكون هذه هي قدرتنا؟ هل خلقنا حتى يتحكم الشيطان في إرادتنا؟ هل خلقنا حتى نكون سجناء في قفص عاداتنا؟ هل نحن ضعفاء فعلا؟ أم يوجد من يصدر الضعف لحياتنا؟ ليه مش قادرين نوصل للاستقرار النفسي والروحي؟ وإزاي إحنا يكون عندنا مرشد روحي؟ وإيه القواعد اللي يخلي المرشد الروحي فعلا بيعمل لينا؟ شعور جميل انك تسأل اي سؤال في راسك وتلاقي اجابة ليه، وتكون الاجابة فعلا حقيقية، مش مجرد وهم بنمشي وراه، ومش مجرد مخلوق من الجن بنتدرج جواه. هنشرح قواعد الوصول للمرشد الروحي، وفي اخر القواعد هنشرح تدريبات تفعيل المرشد الروحي جوانا.